الترافلز الكوكي دوم. عندنا مقادير 120 جرام زبدة، 3 أرباع كوب سكر بني، 3 أكواب دقيق، 1 علبة حليب مكثف محلى، 1 معلقة صغيرة فانيليا، ونص كوب شوكولات شيبس شوكولاتة داكنة. وللتغطية عندنا كاكاو. هحط السكر والزبدة وهضربهم مع بعض لحد ما الملمس بتاعهم يبقى هش. هنزل الزبدة والسكر من على الحواف علشان دلوقتي هضيف الحليب المكثف المحلى علشان يختلط بالتساوي مع الزبدة والسكر. ونخلطهم مع بعض. ودلوقتي اضيف الدقيق، مش هحط الدقيق كله مره واحده، هحط شويه واشوف لو احتاج تاني، وكمان ممكن احط الفانيليا. خلاص كده العجينة كويسة، احنا عايزينها زي ملمس عجينة الشوكليت شيب كوكيز، لكن احنا هنعملها كور مدورة زي الترافلز. يبقى دلوقتي فاضل ان انا احط الشوكليت شيبس واخلطها كلها مع بعض. كده الكوكي ده جاهزه، وفي كتير قوي من الاطفال بيحبوا ان هم ياكلوا الكوكي ده زي ما هي كده، زي ما هنعملها بيحطوها مع الايس كريم. لكن لو احنا مش هنطبخها زي ما هم بيحبوها، يبقى يا اما نحط معاها لو حبينا بيض بس يكون مبستر، يا اما زي ما عملناها كده من غير بيض خالص. وللسوائل احنا حطينا بدل البيض حليب مكثف محلى. دلوقتي فاضل نعملها زي الترافلز. هناخد الكوكي دو هنكوره لكور صغيرة ونغلفها بالكاكاو البودرة. ناخد قطعة بالشكل ده زي ما احنا شايفين وهنكورها بالشكل ده، وهناخدها نحطها في الكاكاو. اوكي، وعندنا كده الترافل.